السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن أدب من الآداب الإسلامية التي حتى عليها رب البرية وأوصى بها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا هو آداب البيوت. بيوتنا هي جنة، كيف نحافظ على آدابها ونحافظ على القيم وعلى الخلق القويم؟ كما لا يخفى على كريم علمكم، فنحن سعداء بأن أكرمنا الله تعالى بالدين الإسلامي الذي تفرد دون غيره بالإحاطة والعمق والاستيعاب والشمول. ما من قضية من قضايا تهم بناء النفس وتربية المجتمع إلا وحتى عليها الدين الإسلامي، ومن بينها حرمة البيوت. البيوت هي الأماكن التي يأوي إليها الناس ليجدوا فيها الراحة ويجدوا فيها الأمن والطمأنينة، ويجتمعون مع أهلهم وأحبابهم، وتكون دائما هي المأوى. لما يتعب الإنسان من العمل ويتعب من الشارع ويتعب من الفضاءات المختلفة يعود إلى بيته، وهذا البيت أحاطه ربنا سبحانه وتعالى بسياج من الاحترام والصون والوقار. البيوت الإسلامية هي مبنية أولا على تقوى من الله، ولكي تأخذ صفة أنها بيوت مسلمة لابد أن تلتزم بالآداب المشروعة. أول شيء عند بناء البيت أو عند اقتنائه، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن تكون بيوتنا متجهة إلى القبلة، وهذا قد قاله ربنا عز وجل للأديان السابقة لما تكلم مثلا عن بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، قال لهم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. هذا هو العنوان الأكبر للبيوت المسلمة، للبيوت المؤمنة، ذكرها الله تعالى حتى للأديان السابقة من اليهود والنصارى، كلهم طلب منهم أن تكون بيوتهم على هذه الصفة. فما بالك بالبيوت المسلمة، ربنا ذكرها في القرآن العظيم بهذه الآية الكريمة، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يعني كتدخل الدار خصك تعرف القبلة فين هي. يعني بعض الناس كيجوا ضيوف كيقول لك مرحبا سيد فلان، بغيت نصلي في القبلة، كتلقى مول الدار ما عرفش القبلة فين كاينة. لابد في البناء وفي التشييد وفي المعمار أننا كتكون بيوتنا يعني تصميمها متجه إلى القبلة، لأن أهم خاصية في البيوت المسلمة أن فيها الصلاة، وأقيموا الصلاة. وهذه البيوت ربنا سبحانه وتعالى ده فيها واحد الحرمة، أن الإنسان في الزيارة لما يأتي لزيارة العائلة ولزيارة الأحباب، خصوصا نحن في فصل الصيف كتوقع الزيارات وكتوقع اللقاءات العائلية، وهذا مطلوب جدا، لكن لا ينبغي أن نقتحم البيوت في أوقات منهي عنها. الأوقات اللي ذكرها ربنا عز وجل قال من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات. هادو ثلاث عورات، يعني اللي بغي يزور شو واحد من العائلة ومن الأحباب مرحبا وألف مرحبا. الزيارة راه فيها أجر وفيها ثواب، والزيارة كيكون فيها خير عظيم للعائلات وكيكون فيها ثواب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى نبهنا أننا نتجنب الزيارة في هذه الأوقات. أولا قبل صلاة الفجر لأنه وقت النوم، وكذلك ممنوع الزيارة وقت الظهيرة، يعني هذه وقت القيلولة والراحة، يعني بعد الإطعام، بعد الظهر، بعد وجبة الغداء، إنسان يريد أن يأخذ راحة قيلولة، فلا ينبغي أن نزعجه بالزيارة في هذا الوقت.
وكذلك يمنع الزيارة بعد صلاة العشاء، لأن بعد صلاة العشاء إنسان كي يأخذ وجبة العشاء وكيبغي ينعس، كيبغي ينعس، فهذه سماها ربنا سبحانه وتعالى عورات لما يكون فيها من عدم التحفظ. قال: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. هذا أدب رفيع حتى لا تقع أنظار الناس على ما يكرهه الناس. إذا جاء الإنسان غادي يزورنا في البيت مرحبا، وألف ألف ألف مرحبا، ولابد أن الإنسان يراعي هذه الأداب اللي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. أولا أننا نأتي البيوت من أبوابها، نأتي البيوت من أبوابها، إنسان يدخل من باب الدار. الحق عز وجل يقول: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كان أيام زمان البيوت عند العرب فيها الظهر وفيها البيت، كين عود يدخل من باب الدار كينقص الحيط أو الحوش وكيعود يدخل الباب الدار، هذا منهي عنه. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن ناتي البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. دائما إنسان ملي كيجي جاي قلبه مسلم، جاي نيته حسنة، جاي للدار هو جاي هز معاه النية الحسنة. ثم ملي كنجي للبيت نبغي ندخل ليه لابد من الاستئذان، يعني لا ينبغي أن الإنسان يدفع الباب ويدخل. الآداب الإسلامية أننا نستأذن. الله جل جلاله يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا. ملي كنسمعوا هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذا لطف من الله تعالى يخاطب فينا شارة الإيمان. أنتم أيها الناس لستم ككل الناس، أنتم المؤمنون. إلى أبغى ربي عز وجل يخاطب الناس كلهم يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا خطاب للناس كلهم، لكن لما يقول يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب لأهل الإيمان، هادو أحباب الله، هادو خاصة الله، هادو أهل الله، هذا قيمة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فسبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى تكلم على الاستئذان، ولكن جاب واحد اللفظة جميلة في القرآن العظيم سماها الاستئناس. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا، لم يقل حتى تستأذنوا. هذا تعبير لطيف من الله سبحانه وتعالى، حتى أن الإنسان إذا دخل إلى البيت يشعر بالأنس، يشعر بأنه ماشي غريب، شو واحد دخل عندك غريب ما كتعرفوش، أو أنه يحمل في قلبه شراء، أو أن نظراته لا تحب الخير، هذا كله غير مرغوب فيه. الاستئناس كيدخل الإنسان وهو كيشعر بالأنس، بواحد الابتسامة طيبة، وجه طليق، وكتمس فيه الفرحة، وانت كتستقبله بالعناق وكتستقبله بالترحاب. اللفظ القرآني عظيم جدا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله ما الاستئناس؟ شنو هو الاستئناس؟ احنا الاستئذان عرفناه، ولكن الاستئناس ما هو؟ قال لهم: يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة أو يتنحنح. يعني كتبغي تدخل كتدق الباب، هذا هو الاستئذان. ولكن الاستئناس كتقول: سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، يا مرحبا، لا إله إلا الله. يعني كتعطي واحد الاستئناس، نحنحة أو تكبيرة أو تسبيحة، باش الناس يعرفوا بأنك داخل. كنلاحظوا في الأفلام المصرية كتقولوا دستور، يعني من الستر. فلا ينبغي للإنسان أن يقتحم البيوت إلا بعد أن يستأذن الاستئذان الذي قارنه الله تعالى بالإيمان. هذا الاستئذان ينبغي أن يكون ثلاث مرات. ملي كنبغي ندق الباب كنجي عند شي عائلة للزيارة، جيت في وقت ربما مناسب أو غير مناسب، لست أدري، أنا خصني نستأذن أولا، كندق الباب وكنتنحنح وكنكبر، وخاص يكون استئذان ثلاث مرات. فإذا لم يؤذن لي
بالدخول علي أن أنصرف. هذا من الآداب الإسلامية. إذا لم يؤذن للزائر بالدخول بعد الاستئذان المرة الأولى والثانية والثالثة ثلاث مرات خصو ينصرف. وهذا وقع في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء عنده سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستأذن منه ثلاث مرات. سيدنا عمر هو أمير المؤمنين كان الخليفة آنذاك، وسيدنا أبو موسى الأشعري كان صحابي جليل من أهل القرآن من الفقهاء، جاء طرق الباب عن أمير المؤمنين. فمرة الأولى استأذن فلم يؤذن له، مرة الثانية مرة الثالثة فإذا بسيدنا موسى ينصرف أبو موسى الأشعري انصرف. فلما شافوا سيدنا عمر قال لي علاش انصرفتي؟ قال لي لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، ثلاث مرات إذا لم يؤذن له فلينصرف. هنا غادي نلقى هذا الحديث النبوي الشريف، لكن كنلقاو الفقهاء بحال الإمام مالك رضي الله عنه يقول لنا فعلا بناء على السنة فالاستئذان ثلاثا لا أحب أن يزيد أحد عليها إلا من علم أنه لم يسمع، إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع. يعني ذاك مول الدار ما سمعكش، ربما فهمتي، ربما أنه كان مشغول وكان الصوت ديالك أنت خفيت، هو لم يسمع، ممكن أن تزيد على ثلاث مرات. نك نلقاو في عصرنا هذا بعض الناس مشعلين الراديو كيستمعوا ليه او التلفاز او انه مشغول باصوات مرتفعه، وانت تستاذن المره الاولى والثانيه والثالثه كتقول ربما لم يسمعني، اما اذا سمعك ولم يفتح اعلم بانه مشغول وانه لا يرغب في الزياره. ثم كنلقاو من السنه النبويه الشريفه ان الانسان اذا بغى يستاذن انه لا يستقبل الباب. إلا جيتي لقيتي الأيام زمان كانت الأبواب ديال البيوتات على غير خوامي، على غير إزار. احنا اليوم عندنا الباب ديال الخشب وعندنا الباب ديال العود والباب ديال الحديد. أيام زمان كان الأبواب تقريبا مفتوحة، الناس طبيعتهم كانت طبيعة فطرية. فجت الوصية في السنة النبوية الشريفة أنك اللي جيتي عنده الدار لا تستقبل الباب مباشرة، ما تشوفش في الباب. لماذا؟ ربما قد تطلع على أشياء ربما لا يحمدها صاحبها، ربما هناك نساء وهناك فتيات لابسين لباس مكشوف، يعني تطلع على العورات وهذا لا ينبغي. فمن الأدب أنني إذا استقبلت الباب أن أنحرف إما يمينا وإما شمالا، لأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، هكذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال إنما الاستئذان من النظر. ثم أحيانا قد ندخل إلى البيت وربما لقوا الدار خاوية ما فيها حد، كنستأذن يا فلان يا فلان البيت ما في حد خاوي، ماذا نفعل؟ هنا يأتي الجواب القرآني، يقول ربنا عز وجل فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني الإنسان دخل والقدر خاوية لا ينبغي عليه أن يدخل أبدا، وإنما عليه أن يرجع. بعض الناس يقتحم البيت ويدخل ويطلع على شؤون البيت، هذا لا يليق، ربنا عز وجل نهانا عن ذلك. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. إلى قدر الله أن أهل البيت قال لك ارجع، راني ما مستعدش نستقبلك الآن، عندي ظروف خاصة. كاين اللي ربما عنده العمل بالليل وينام بالنهار، خصو ياخذ كفايته في النوم. كاين اللي ربما كان يستحم ديك اللحظة، كان يستحم وما يقدرش يخرج من الاستحمام مباشرة ويستقبلك. كاين اللي عنده شي شغل اللي هو اضطراري وضروري وكيبغي التركيز، ما عندوش القدرة باش يستقبلك، يعني لا تحرجه. كاين أحيانا كتكون ربما الرجل عنده علاقة زوجية مع امرأته وكتجي في ذيك اللحظة المعينة وهو غير مستعد. فكل هذه أسباب وهي كثيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بما في القلوب وما في النفوس. فقال لنا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، إذا طلب منك صاحب البيت بالرجوع فارجع هو خير لك وأطهر في الدين والدنيا. ولا يليق
بكم أيها المؤمنون أن تلحوا في الاستئذان. كي اللي كيبقى يدق الباب ويعاود وافلان وافلان يلح في الاستئذان، لا يليق بك أن تقف على الأبواب والقعود أمامها بعد أن تردوا. كي اللي كيجلس في الدروج كيبقى كيتسنى يعني تتحتل لي على خاطرك ما كيمشيش، هذا في قلق، هذا ليس من الآداب الإسلامية. ثم من الآداب الإسلامية أن الاستئذان يعني كيكون قبل الدخول على المحارم، لأن الإنسان ربما شخص يدخل داره، أدخل دارك هل تستأذن؟ الدار ديالك فيها أمك، فيها أختك، فيها نساء العائلة، حتى أنت لبغيتي تدخل خصك تستأذن دارك وخصك تستأذن فيها، لأنه ربما قد تكون أمك أو أختك على هيئة لا تحب أن تراها فيها، ربما تكون كاشفة لباسها، ربما عريانة، ربما تستحم، فلا ينبغي أن تدخل إلى بيتك أنت اللي هو ملكك إلا بعد أن تستأذن، لأن في نساء. رجل جاء إلى سيدنا عبد الله بن عباس قال لي أستأذن على أمي؟ قال لي أمي هذه أستأذن عليها؟ قال لي نعم، ما على كل أحيانها تحب أن تراها، ما على كل أحيانها تحب أن تراها، تكون ربما كتبدل الملابس ديالها، تكون ربما في هيئة غير 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 مستعدة للقائك، وخي أمك أو أختك، بل إذا كان زوجتك اللي هي ماشي عورة بالنسبة إليك، فمع ذلك من الآداب الإسلامية إذا دخلت عليها عليك أن تعلم أهل البيت. سيدنا النبي قال لنا بأن الإنسان اللي بغى يدخل الدار دياله وخا أهل بيته خصو يستأذن، خصو يدير الإعلام، يدير واحد الإشارة بأنه جاي، باش موالين الدار كيوجدوا نفوسهم، كيحسنوا الهيئة ديالهم. وقد جاء في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، كتجي على غفلة بالليل وكتدق الباب وتدخل، يعني كأنك تشك في المرأة، كتشك فيها، ربما تقول ربما هذه معها شي حد، هذه على وضعية غير حسنة، بحال كتقتحم عليها البيت لكي تضبطها، هذا لا ينبغي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا قالوا بأن من السنة أن الرجل إذا دخل إلى بيته عليه أن يسبح أو يكبر أو يرفع صوته بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله، من بعيد قبل ما يدخل، أو يتنحنح أو يحرك نعليه، المهم كيدير إشارات إعلام أهل البيت بأنه قد حضر. ثم من اللطف في الآداب الإسلامية أن الإنسان إذا دخل يغض الطرف والصوت، يعني إذا دخلت البيت للعائلة لابد أن تغض طرفك، تغض بصرك وتغض صوتك، وجميل أنك في المدخل تخلع حذائك، من الآداب الإسلامية كتخلع الحذاء ديالك وكتضعه في واحد مكان مناسب. هادو الناس كانوا من قبل كيحطوا الحذاء في أي مكان، احتشفوا بعض المسلسلات التركية كيحافظوا على هاد الآداب الإسلامي، أن الإنسان كيدخل الدار ديالو كيحيد الحذاء اللي كان جابيه من الشارع من سنقة، ربما عامر ببعض الأوساخ، يوضعه في واحد المكان لأن البيت طاهر وبيت فيه الصلاة. ومن السنة أننا نخلع اليسرى أولا، عاد نخلع اليمنى من السنة، وفي اللباس نلبس اليمنى أولا عاد نلبس اليسرى. والإنسان إذا دخل إلى البيت لابد أن يسلم، السلام عليكم ورحمة الله، لأن السلام هو شعار الإسلام، وربنا سمى الجنة دار السلام لما فيها من الراحة والطمأنينة، ربنا قال في كتابه العزيز لهم دار السلام عند ربهم، فالسلام هو تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام، ملي كنبغي ندخل الدار أي دار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاد نقول صباح الخير أو مساء النور، ولكن السلام هو الأول. وإلا كان البيت خالي ما في حد، وخا يكون فارغ ما كان تحد، ندخل الدار نحل الباب نسلم. في الحديث إذا دخل البيت غير المسكون فليقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن حتى البيت راه فيه مواليه، راه كاين أهل المكان، راه كاين الأرواح وكاين الجن وكاين الملائكة، احنا راه ماشي بوحدنا في الكون، احنا راه معنا ملائكة الرحمن في كل مكان. سيدنا النبي قال لك أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موقع قدم إلا وفيه ملك ساجد، كاين الملائكة معنا في البيوت ديالنا، وكاين بعض البيوت فيها الجن وفيها الأرواح، فكنسلم كنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والإنسان إذا دخل الدار ديالو خصو يسمي الله، لا بد من الآداب الأساسية، بغينا بيوتنا ما يكونش فيها النزاعات العائلية، ما فيهاش التماريض،
الناس كيمرضوا بسرعه، ديما ضروا راسو ضروا المعده، هذا غير مريض ماشي مرض، او عنده العين او عنده القلق او عنده السئام. البيوت ديالنا كنرقيوها وكنحصنوها بماذا؟ بذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم في وصية ذهبية، قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. كتدخل الدار ديالك كتذكر الله تعالى عند الدخول، وملي كتبغي تاكل كتقول بسم الله، كتذكر الله عند الطعام. إبليس كيقول لجنوده لا مبيت لكم ولا عشاء، هذا ما غدو منه والو، هذا راه محمي. ولكن إذا دخل الرجل إلى بيته فلم يذكر الله عند الدخول ولا عند الطعام، أش يقول الشيطان؟ أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. يعني كتلقى أنت في الدار ديالك راك ماشي وحدك، راك معاك إبليس وجنوده، راه كيوقع النزاع بين المرأة والراجل ديالها، كيوقع النزاع بين الأولاد والبنات، كيوقع بين أفراد الأسرة، لأن راه معاك الغاشي. بدك الغاشي خصك ترضو، باش غترضو ملي تدخل الدار سمي الله تعالى، وعند الطعام سمي الله تعالى، ديما قول غير بسم الله، الله اكبر، اللهم صل على سيدنا النبي، هذه كلها اذكار طيبه، لا اله الا الله فيها تحصين، هذه دي فاكسان، هذه مانعه من وجود الارواح الخبيثه. واذا دخلنا البيوت وقضينا الاغراض ديالنا وبغينا نخرجوا، عند الخروج ايضا من البيوت لابد ان نذكر الله تعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كيقول له يقال له الملائكة كيقولوا كوفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الملائكة يقول كوفيت ووقيت، انت قلت واحد الكلمة طيبة تقدمت بها إلى المولى جل علاه، قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كتمس استغاثة واستنجاد بالله، كتجاوبك الملائكة اللي في البيت كتقول لك كوفيت ووقيت، انت كن مهاني، ما كاش اللي يقرب لك، ما كاش اللي يظلمك، إلا مشيتي أموالك محفوظة، عرضك محفوظ، أولادك محفوظين، زوجتك محفوظة، كل ما عندك محفوظ، كوفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. إبليس في الطريق كتم غادي لخدمتك وغادي الأشغال ديالك، إبليس كيبعد منك. وإلا بغي يحاول لك إبليس كيقول لي الشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. دائما أيها الأحباب الكرام نحافظ على الذكر، راه السر ديال النجاح والسر ديال السعادة والسر ديال الغنى والسر ديال البركة هو الذكر. راه اللي خطاه الذكر راه واخا يبقى يتعلم الاقتصاد ويتعلم علم النفس ويتعلم علم الاجتماع ويتعلم فن الحياة ويتعلم فن الفنون كلها، راه غيبقى دائما متعب. راه السر ديال الوجود هو الذكر، ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا. ثم من أهم الآداب ديال البيوت أن الإنسان دائما ما يخليش بيته هكذا بلا صلاة، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. الإنسان كيصلي في الجامع الصلوات الخمس لكن النوافل يحرص يصليها في بيته، ومرة ربما يتأخر عن الجامع كيجمع الأسرة كيجمع مراته وولاده من باب التعليم ديال الصلاة، أو جا عنده ضيوف كيصلي في البيت ديالو، كيصلي في البيت ديالو كيجمع العائلة كلها باش يكون البيوت ديالو فيها صلاة. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أو على الأقل النوافل كنأديوها في البيوت ديالنا والفرائض كنأديوها في المساجد. وسيدنا النبي يقول إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. ملي كتقوم بالصلاة في البيت ديالك ربي كينور لك البيت، كاين البيوت اللي فيها النور كتدخل ليها بيوت متواضعة كتلقى فيها الأنوار كتلقى فيها الراحة، علاش؟ لأن مواليها كيذكروا الله وكيصلوا فيها النوافل. وكي الله يسترنا ويستركم شي بيوت كتدخل ليها كتلقى رغم الفخامة ورغم الأناقة كتلقاها بحالة مظلمة، والسر ما هو؟ أن صاحبها اعتنى بكل شيء، اعتنى بالمنظار، اعتنى بالديكور، اعتنى بالنظافة، اعتنى بالإنارة بالأشعة، ونسى مسكين، نسى أنه يدير فيها الروح. شنو الروح ديال البيت؟ هو الصلاة هو الذكر. فهذه مناسبة اللي كان غافل دابا الآن يدير واحد السلكة في الدار ديالو ويقرأ فيها القرآن العظيم ويذكر الله تعالى. فقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
يعني اللي ما لقى من الان تنقول لكم ايها الاحباب الكرام اللي شاف بيته ماشي هو هذاك، ذاك البيت مظلم، ذاك البيت فيه التمريض، دغيا كيضرك راسك، عندك السامه، عندك القلق، ديما كيوقع النزاع بين افراد الاسره والعائله، غتقوم بالتحصين ديال البيت ديالك، انك غتتوضا وتصلي واحد الركعتين تقول يا ربي نور بها بيتي ونور بها قلبي ونور بها افراد اسرتي، وناخذ المصحف الشريف ونقرا سوره البقره. سوره البقره عظيمه، نقرا في جلسه واحده، راه فيها خمس احزاب تقريبا، راه ممكن نقرا في ساعه المكانه. واللي ما يقدرش يقراها راه كاين الان الحمد لله الوسائل دابا الان التقنيه كديرها في التسجيل او في نسمعها في التسجيل في التلفاز او في غير ذلك. فهذه بعض الاداب اللي خصنا لابد نحافظ عليها باش تكون بيوتنا جنه. لان كيقول واحد المثله كيقول لك جاي ميل من الخيمه، جاي ميل من الخيمه. بعض الناس كيجي للخدمه هو يا مخسر، هو مقلق، هو في نزاع، هو معنوياته مهزوزه. شنو هو السبب؟ راه في البيت ديالو ما مرتاحش، دوز الليله ما نعش مزيان، وفي الصباح فاق وقع النزاع بين افراد الاسره والعائله، وخارج وهو غير مرتاح. كيقول لك جاي ميل من الخيمه. الخيمه ديالنا هي بيوتنا، خصها تكون ابواب راحه، ملي كنمشيو ليها كنرتاحوا، كنعسوا مزيان، كنتلاقوا مع العائله، كناخذوا الطاقه الايجابيه، كنكونوا فرحانين، كنكونوا سعدانين. ملي كنفيق في الصباح نمشي للعمل كنمشي وانا فرحان، واوزع السعاده على الاخرين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم اجمعين في بيوتنا وفي محلاتنا وفي مساكننا. اسال الله تعالى ان يديم الموده والرحمه بين القلوب. اسال الله تعالى ان يحفظنا واياكم من نزغات الشيطان ومن وساوس ابليس وجنوده. واسال الله تعالى ان تحفنا الملائكه في كل وقت وحين. قولوا معنا جميعا امين. آمين آمين يا ربي يا كريم. والآن أيها الأحباب الكرام نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود أيها الأحباب الكرام ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ من إقليم صفر معنا للا فتحة. السلام عليك ورحمة الله عمي الحاج كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنتي للا فتحة، حياك الله. ما تصورش عمي شحال توحشتك وشحال محتاجة لك توقف معايا في هاد الظروف، لأن الأب ديالي اللي كنت كنطلب منك الدعاء الشفاء ملي مشيتي أنت للديار المقدسة توفى. إن لله وإن إليه راجعون، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عظم الله أجركم، عظم الله أجركم. ما سمعت بس عمي، كنت دائما كنتمنى نتكلم معاك، وكنت كنتكلم في الخاص، ودائما كتجاوبني اتصالات المغرب، وكنت محتاجه الاب مثلك نتكلم معاه ويدعي معايا ويواسيني. لا اله الا الله، الله يصبركم ببنتي، الله يصبركم، والله يرحمه رحمه واسعه مسكين يا رب. لا اله الا الله، انتم درتوا معاه مجهود كبير، درتوا معاه مجهود كبير بالفتحه. هكا كنعملوا حاسين براسنا مقصرين في حقه بزاف، واخا درنا ذاك المجهود كتبقى مع الاباء ديالك طوال حياتك، ولكن ملي كيموتوا كتحس براسك بحال اللي ما كنتش معاهم. اي ده طبيعي، هذا هو الشعور ديال الناس اللي فيهم الايمان وفيهم الرضا. لا اله الا الله بنتي، لا اله الا الله، الله يرزقكم الصبر بنتي فاتحه، الله يرزقكم الصبر بنتي. يا رب ندعي مع الام ديالي بالقوه والصبر، لانها مقابله بزاف ديال الضغوطات. حنايا ثلاثه ديال الاشخاص، انا والاخوه ديالي والاخت ديالي عندها مرض السرطان ومقابله، وهي منها برا منها الدار منها كل شيء، ولا خلانا الاب ديالي لا معين الا الله سبحانه. وفتيحة انت يا بنتي مكفوفه ياك فاقده البصر. فاقده للبصر عمي، وما كرهتش انا ندير اي حاجه باش نساعد الام ديالي، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمنى يا رب العالمين غير نوصل لذاك الشيء اللي بغيت، نحفظ كتاب الله ونوفي الام ديالي والاب ديالي ذاك الشيء اللي طلبوا مني. الله يشافيكم يا بنتي، والله يعطيكم الصبر، لا اله الا الله. شكرا لك بنتي فتيحه، شكرا لك. نعم عمي كريبه ليا كانت يوصيني مسكين غير نحافظ على الصلوات ديالتي وبالقران الكريم، وانا بغيت نحقق له الامنيه ديالو، بغيت ربي يساعدني نحفظ كتاب الله، وبغيتك تدعي معايا عمي، وبغيت نشكر اخواني ديال شجره امل، اخي جواد الله يحفظه الله ينور له طريقه بنور القران، واخي فؤاد كنتمنى يا ربي المولود الجديد اللي زاد ليه كنتمنى يعيش في خير وسعاده واطمئنان، ويحفظه ربي من كل مكروه،
وبغيت كاع عمي يتصل بيا من بعد البرنامج. الله يطول عمرك. واخا بنتي فتيحه، واخا بنتي الله يفرج عليك، الله يرحم الوالد. الوالد كان مريض مسكين، وذاك المرض كله في خير. هذاك المرض ربي سبحانه وتعالى كيجعل الانسان له مقام عال في الجنه لا يدركه لا بصلاته ولا صيامه ولا حجه ولا عمرته. فربي كيعطيه المرض ويصبر ويحتسب ليرتقي ويرتقي ان شاء الله. والدك يكون مرحوم ان شاء الله. نعم، الله يجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم تعالى يدخله الجنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. وترحفك الله البركه بنتي فاتحه، انت فتاه مؤمنه وصالحه، وان شاء الله انت ثمره من ثماره. اذا مات ابن ادم انقطع عمله، منهم ولد صالح يدعو له، وانت بنيه صالحه تدعين له بالرحمه والمغفره والرضوان. الله يفرج عليكم اجمعين، والله يصبركم بنتي ورزقكم صبر الانبياء وصبر المرسلين وصبر الاولياء المقربين. وماذا عسنا ان نقول لما نفقد حبيبا او قريبا الا كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ان نقول. نقول ان العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لا نقول إلا ما يرضي الله، وإن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونتحولوا من صفر إلى إقليم هوارة، معنا لالا رشيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالا رشيدة مرحبا بك بنتي. ألو السلام عليكم. وعليكم ألو. السلام ورحمة الله، مرحبا. كدير الحاج لاباس؟ لاباس لالا، الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك، كان باقي الزيارة. الله يرزقكم زيارة قريبا بإذن الله تعالى. إن شاء الله يا ربي. عافاك دكتور الله يرحم الوالدين، بغيت تدعي لي مع الوالد، ودعي لي مع والدتي الله يهديهم ليا، وبغيت النمرة ديالك الله يرحم الوالدين، ولا شد النمرة ديالي. بغيت نهضر معك شي مشاكل الله يرحم لك الوالدين. واخا اختي رشيده باذن الله، في الصندوق نعطيك الرقم ديالي باذن الله ونتواصل معك اختي رشيده. اللهم تعالى يحفظك ويرحمك يا ربي في هذا اليوم المعظم، هذا يوم الجمعه، ويوم الجمعه يوم عيد المؤمنين. فيه خلق ادم عليه السلام، وفيه تاب الله عليه. تاب الله عليه، كان ابونا ادم مخطئا وظل يقول مع امنا حواء في ليله يدعو الله تعالى كثير، فوافق يوم الجمعه انه صعد الى جبل عرفه وقال ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله على ابينا ادم وعلى امنا حواء، وكان ذلك يوم الجمعه. يوم الجمعة يوم عظيم ويوم مبارك وفيه الدعاء مستجاب. نسأل الله سبحانه وتعالى الرشيدة أن يحفظكم ويرعاكم. الله يبارك لك في الوالدين، الله يطول لهم العمر ويزكي لهم الأعمال ويحفظهم ويجعل أوقاتهم بالذكر والعبادة والطاعة معمورة. وطلبوا الله يحفظ لك وليدتك ويجعلهم صالحين مرضيين مهديين، وينبتهم الله نبتا حسنا، وتشوف فيهم ما يسرك ويسعدك. وكل من قال آمين الله يحفظ له الوليدات والوالدين. آمين آمين يا رب يا كريم. شكرا لك لالا رشيدة، نتواصل معك فيما بعد. وغنتحولوا إلى مدينة ثانية، إلى القنيطرة. معنا السي زهير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زهير من إقليم القنيطرة، حياك الله مولاي. لاباس عليك، صحيحة على السلامة، ونشكرك ونشكر ميد راديو. أول مكالمة معك. مرحبا سيدي، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك، ونشكرك على المواضيع بهذاك اللي كدرنا القيمة جميلة جدا، ونشكرك بزاف. العفو خويا زهير، بارك الله فيك مولاي. وكنشكروا الاخ جواد شجره الامان، وكنشكروا شجره المقفوفين. اياه بارك الله فيك. هي سي زهير الشكر موصول باذن الله تعالى. وكنطلب الله سبحانه وتعالى كل من في قلبه حاجه خير يقضيها له المولى عز وجل. احنا في هذه الدنيا يعني مقامنا قصير جدا، وطوبى لمن فعل خيرا. وحنا في الدنيا العمر قصير، والابتلاء يعني كاين محطه بين محطه، كاين ابتلاء. هذه بحال اسبوع الفرس، كتلقى الفرس كيجري في الحلبه، وكاين عقبات. هذه لان الدنيا اختبار وامتحان،
وربنا يباهي بين الملائكة وهي قصيرة. وهنيئا لمن فعل خير وصبر واحتسب. ملي كيجي الابتلاء كيصبر وكيحتسب، وملي كيكون في مرجل القوة يسعى لروح المبادرة لفعل الخير إلى أن يلقى الله تعالى. أسأل الله أن يختم لنا ولكم جميعا بالحسنى. شكرا لك أخي زهير من القنيطرة. وغنتحول إلى مدينة أخرى. إلى أين؟ إلى وجدة. معنا لاله حسنى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك يا حسنة. حسنة من وجدة، ربما انقطع الخط مع ديرة للأحباب الكرام. عموما نقول أيها الأحبة الكرام، الوصية التي نتواصى بها وهي أن الحياة الدنيا هي قصيرة جدا، مثل برنامجنا هذا قصير، بحال موسم الحج هو قصير، بحال أي موسم من المواسم، بحال أي مهرجان من المهرجانات، هي هكذا الدنيا، بحال فصل الصيف، بحال فصول السنة، بحال زمن الكورونا، كله قصير، كله يولي ويدبر. الحياة قصيرة سرعان ما تنتهي، والإنسان في هذه الحياة القصيرة عليه أن تكون عنده روح المبادرة، أنه دائما يسعى إلى الخير، دائما يروض نفسه على فعل الخير، ولا تسأل كيف جرى ولا لما جرى ولا متى جرى، لا تسأل، قل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اجعل في يدك اليمنى كتاب الله تعالى، واجعل في يدك اليسرى سنة النبي المصطفى، واملأ قلبك ولسانك بذكر الله، وخذ قدوتك الصحابة الأخيار والعلماء الأبرار، وسر في الطريق ولا تلتفت يمينا وشمالا، فإن هناك مثبطات وهناك منعرجات لا تنظر إليها، انظر إلى الأفق وسير على بركة الله. وحينما تصطدم ببعض الابتلاءات أو الشدائد، الوصية الذهبية اصبر، فإن الله مع الصابرين، والله تعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وتكون حياتك طيبة، لا تحتاج إلى الكثير من الوصايا ولا الكثير من الإرشادات، فهذه تكفيك في أن تسير حياة مطمئنة. وإذا شعرت بالعجز ارفع يديك إلى السماء وقل يا رب إنني ضعيف فقوني، يا رب إنني جاهل فعلمني، يا رب إنني فقير فاغنني، يا رب إنني مظلوم فانصرني. وسترى العجائب لما تناجي ربك وتشعر بحلاوة المناجات وحلاوة الذكر. فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، لنرفع جميعا أيها الأحباب الكرام أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى، هو الآن معنا يسمعنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان، له رأس المال الحقيقي، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا رب العالمين متعنا جميعا بالصحة والعافية وتمام العافية، يا رب اشفينا، أنت طبيبنا، أنت معالجنا، أنت شافينا، اشفينا وعافنا، وبارك لنا في السمع والأبصار والعقول والأفئدة والأبدان والجوارح، اللهم اشفينا يا كريم، اللهم اغنينا بفضلك عمن سواك، أنت الغني وأنت الجواد وأنت الكريم، وخزائنك ملأ، سبحانك سبحانك ما أعظم شانك، اللهم جد علينا بجودك، ولا تجعل أيدينا هي السفلى بالاستعطاء، اجعلها دوما هي العليا بالعطاء. اللهم يا رحمن يا رحيم بارك لنا في أزواجنا وفي إخواننا وأخواتنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وأقاربنا، واجمع شملنا، ألف بين قلوبنا، وانزع يا مولانا حد الشيطان من قلوبنا. اللهم انزع حد الشيطان من قلوبنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احفظ هذا البلد الأمين يا ربي، هذا البلد المغرب، جعله بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء. يا ربي اجعل في بلدنا الأمن والأمان والسلم والسلام، واجعل في الطمأنينة والسكينة. اللهم يا ربي كتر خيراتنا، اللهم وفر أرزاقنا، اللهم رخص أسعارنا، اللهم المسؤولين في هذا البلد الأمين وفقهم لفعل الخير، اللهم يا ربي أرشدهم إلى الخير، اللهم اجعل كلمتهم سواء في فعل الخير، اللهم كن لهم ولي ونصير. اللهم سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم شافه، اللهم عافه، اللهم داويه، اللهم قويه، اللهم أطل عمره، اللهم أسعد أيامه، اللهم وأقر عينه بولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأنبته اللهم نبتا حسنا، وشد أزره بشقيقه الأمجد المولى الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة.
اللهم احفظ جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم يا رب كل من مات من العائلة والأحبة والمقربين وجميع المؤمنين والمؤمنات اجعلهم يا رب هذه الساعة في يوم الجمعة ضيوفا مكرمين عندك في قبورهم، اللهم اسقهم شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا، اللهم اجعلهم من القبور إلى القصور، اللهم وبوئهم مقعد صدق عند ملك مقتدر في جنات النعيم. يا رب كما جمعتنا على أثير هذه الإذاعة اجمعنا يا رب مرة ثانية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة وفي منى ومزدلفة، واجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع أسعد المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرين وآل بيته الموفقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى. يا رب هذه الجمعة المباركة اللي عنده شي حاجة في قلبه وصدره ونفسه اللهم عجل له بالفرج، يا رب أنت أعلم بما في القلوب والصدور، اللي عنده حاجة خير في قلبه اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، اللهم عجل له بالفرج، اللهم آمين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.